زيارة خاطفة لكاميرا قناة سهيل الفضائية للوقوف على الأوضاع المتردية في مديرية بيحان بشبوة، حيث قال سكان محليون أن المديرية تعيش أوضاعا مزرية منذ احتلال ميليشيا الحوثي والمخلوع للمديرية، كما أصبحت الظروف المعيشية القاسية تزداد سوءا يوما بعد آخر مع نفاذ كميات المشتقات النفطية والمواد الغذائية والأدوية عن المستشفى. وقد عبر مكتب الصحة بالمحافظة عن قلقه إزاء الأوضاع الصحية المزرية التي تعيشها مديرية بيحان، وصفها بالمنطقة المنكوبة صحيا. وفي نظرة سريعة على المعارك الدائرة في جبهات القتال، هناك يخوض أبطال الجيش الوطني مسنودا بالمقاومة الشعبية ملاحم تاريخية في التصدي والهجوم على الميليشيات المتمردة. نحن ان شاء الله باذن الله سبحانه وتعالى منتصرون. حصلنا على اكثر من حقل من الالغام واجتزناه بالجهد الفردي وليس بالكاسحات او بالمهندسين، بل بالجهد الفردي للجنود ال 19 مشاه وخبره بعض الضباط الموجودين. الان بالنسبه للمعركه الدائره هي دائره حول العلم والسليم وعينه مفرق الحماة بلغه حد بن عقيل. الشاعر ناجي الحارثي وجدناه في أطراف مديرية بيحان يسابق الريح العاتية ليصبح شابا يسمح له في الالتحاق بصفوف الجيش والمقاومة لمقارعة الأعداء، وأبى إلا أن يشاركنا بعضا من شعره الحماسي. أبيات الشاعر ناجي بن زمزم الحارثي إلى المقاومة الشعبية والجيش الوطني. يا سلام يا رجال العاصمة، يا رجال الصدق في وقت اللزوم، يا رجال في المعارك صامده، والله انكم تجلون الهموم، واحذروا بعض الخلايا النايمه، حملوهم لي على ظهر الطقوم سلامتكم. مديرية بيحان بشبوة تشهد حصار خانق من قبل ميليشيا الحوثي منذ عدة أشهر، وتعيش أوضاعا متردية وحروب مستعرة، مما أجبر بعض الأسر للنزوح إلى مديرية عتق مركز المحافظة. حسن البريكي لقناة سهيل.